الله الرحمن الرحيم. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلة صوت زملائي وزميلاتي أعضاء مركز البحرين لحقوق الإنسان المتضامنين مع 7 ضحايا قضوا 6 سنوات من الصبر والتضحية في سبيل نيل حقوقهم وحقوق شعبهم. يرسل السجناء إلى السجن كعقاب وليس من أجل العقاب، هكذا يرى مفوض السجون البريطاني ما يجب أن تكون عليه السجون في العالم، ويعتقد بأن حرمان الإنسان من حقه في الحرية هو بحد ذاته عقاب كاف عن أي ذنب قد اقترفه. أما في البحرين فالسجن شيء مختلف تماما، حيث يحوي خليطا من المثقفين والأطباء والمعلمين، إضافة إلى كبار الحقوقيين والسياسيين، وثلة خيرة من شباب الوطن الذين لم يكن لهم ذنب سوى حلمهم بوطن أفضل. ونحن إذ نؤيد ما ذهب له مفوض السجون البريطاني، فإننا نؤكد كذلك على ضرورة أن تكون البيئة داخل هذه السجون بيئة آمنة من جميع النواحي. وقبل ذلك لا بد أن أنوه إلى أن ذلك التأكيد لا يلغي بأي شكل من الأشكال المطلب الأساس، وهو ضمان حرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال الأشخاص انتقاما منهم لممارستهم حقهم في التعبير عن رأيهم أو حرية تكوين التجمعات السلمية. نقرأ في صحفنا دوما عن مشاريع لدعم وتنمية مواهب الشباب، ولكن الحقيقة أن هذه المشاريع لا تشمل كل شباب الوطن، فهناك فئة يعتبرها النظام وموالوه شرذمة مخربة لا تستحق التطور ولا تستحق الاهتمام، بل لا تستحق الحياة أيضا. لذلك اتضح للجميع مشروع التمييز البغيض الذي قاده النظام ضد هذه الفئة ببغية تجهيلها وعزلها. أضف إلى ذلك فإننا في مركز البحرين لحقوق الإنسان قد رصدنا خلال الأسبوع المنصرم 30 حالة اعتقال، من بينها 3 أطفال وامرأة. وإذا فرضنا بأن هذا المعدل هو معدل الاعتقالات الأسبوعي، فإننا سنكون أمام كارثة اعتقال أكثر من 1500 مواطن بين شباب وأطفال ونساء في كل سنة. فإن التطور المرجو بعد تغييب صوت هؤلاء وإبعادهم عن الحياة الاجتماعية وممارسة المواطنة. وختاما، ولأننا نؤمن بأن المصالح التجارية الغربية مع البحرين أهم لديهم من الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإننا نحث أبناء هذا الشعب المناضل أن يستمر في حراكه السلمي دون أن ينتظر عونا من أحد، فالعالم والرأي العام العالمي لا يحترم الضعفاء. شكرا.